وللتوبة شروط، شروط خمسة. الأول الإخلاص لله عز وجل بأن لا يحملك على التوبة مراءاة الناس أو نيل الجاه عندهم أو ما أشبه ذلك من مقاصد الدنيا. الثاني الندم على المعصية. الثالث الإقلاع عنها. ومن الإقلاع إذا كانت التوبة في حق من حقوق الآدميين أن ترد الحق إلى صاحبه. والرابع إن قلت خطأ فقوموني. الرابع أن لا يعود إليها، أو العزم أن لا يعود. العزم أن لا يعود. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنه إذا عاد بعد صحة التوبة ما تنتقض التوبة الأولى، ولهذا نقول العزم أن لا يعود، مهم الشرط أن لا يعود. طيب العزم على أن لا يعود في المستقبل. الخامس أن تكون التوبة في وقت القبول، وينقطع قبول التوبة بالنسبة لعموم الناس بطلوع الشمس من مغربها، وبالنسبة لكل واحد بحضور أجله. قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة تنقطع إذا طلعت الشمس من مغربها، فإن الناس يؤمنون ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه خمس الشروط، إذا تمت صحت التوبة. ولكن هل يشترط أن لصحة التوبة أن يتوب من جميع الذنوب؟ في خلاف، لكن الصحيح أنه ليس بشرط، وأنها تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، لكن هذا التائب لا يصدق عليه وصف التائبين، يعني ما يقال أنه تاب توبة مطلقة، يقال تاب توبة مقيدة. فلو كان أحد يشرب الخمر والعياذ بالله ويأكل الربا فتاب من شرب الخمر، ها صح توبته ولا لا؟ صح توبته من الخمر، صح توبته من الخمر، وبقي إثمه في أكل الربا، لكنه لا يصدق عليه وصف التائبين على سبيل الإطلاق، والثناء على التائبين ومنزلة التائبين ما تناله، لأنه إلى الآن مصر على معصية. طيب رجل تمت الشروط في حقه، الشروط الخمسة، وعاد إلى الذنب مرة أخرى، تنتقض توبته الأولى ولا لا؟ ما تنتقض. إذن إيه نعم ما تنتقض، لأنه عزم على أن لا يعود، لكن سولت لنفسه فعاد. إنما يجب عليه أن يتوب مرة ثانية، وهكذا كلما أذنب يتوب، كلما أذنب يتوب، وفضل الله واسع، والله أعلم.